هسه انتهينا من الأبر بارت of the lower limb، عرفنا الثاي والتغذية مالته. ننتقل للور بارت. النكست بارت راح يكون مسؤول عن البوبليتيال ارتري، كذلك هذا الارتري بعدة برانشز راح تكون مسؤولة عن تغذية الليج، فخلينا نتعرف عليهن ونشوف الباثوي مالتهن. البوبليتيال ارتري راح يبدي بعد نهاية الفيمورال ارتري. الفيمورال ارتري قلنا راح يجي من الانتيرير للبوستيرير سايد عن طريق الادكتر هياتس، فاذا هسه احنا دنباوع للني جوينت من البوستيرير سايد. قبل ما الفيمورال ارتري يصير بوبليتيال راح يعطي هذا البرانش، هذا البرانش راح ينزل داونورد يصير له ديسندنج، راح ينزل باتجاه الني جوينت، فراح نسميه الديسندنج جينيكولار ارتري، جينيكولار نسبه للني، فهذا هو الديسندنج جينيكولار ارتري او جينيكولار برانش جاي من الفيمورال ارتري. هسه بدا البوبليتيال ارتري راح ينزل بالبوبليتيال فوسه يتجه داونورد، راح يعطي خلال مسيرته هذه عده برانشز، بعضها راح تغذي العضلات فتكون ماسكولار برانشز، بعضها راح تغذي الني جوينت فتكون جينيكولار برانشز. طبعا يعني راح تغذي الكبسول، تغذي الليجامنتس، تساهم بالجينيكولار انستاموسيس اللي راح نتعرف عليها فد شوي. فهذه جينيكولار برانشز تغذي الني جوينت. قبل ما نكمل باقي التفرعات مالته، خلينا نتعرف على الريليشنز ويا هذا الارتري، يعني الستركتشرز اللي امامه او خلفه حتى نربطها بكلينيكال بوينت. هذا الارتري دنشوف انه امامه صاير البون الفيمر والني جوينت، البوبليتيال سيرفيس مال الفيمر والني جوينت، كذلك هاي البوبليتياس مصل. اما خلفه بوستيرير اله فصايره عضله الجاستروكنيميوس، واكو اذر ستراكشرز، هاي هسه التو هيدز مال الجاستروكنيميوس مؤخريها عضله. هذا هو البوبليتيال فين صاير بوستيرير للارتري، خلف الارتري. تلاحظون هسه هذا برانش منه صاير يتفرع يعني بوستيرير للارتري. كذلك التيبيال نيرف صاير بوستيرير للارتري. اضافة طبعا للفاشيا والسكين هم صايرات مور بوستيرير. فاذا الارتري راح يكون ديب ستراكشر، لانه ذني الستراكشرز راح يكون مور سوبرفيشال اقرب للسيرفس، فهذا راح يكون البوبليتيال ارتري مور ديب ستراكشر. راح يكون فد ستراكشر عميق بالبوبليتيال فوسا، ولهذا هاي الكلينيكال بوينت، ولهذا البالبيشن ديورنج بلس اكزامينيشن، من نسوي بالبيشن للبلس للبوبليتيال ارتري هنا راح يكون نوعا ما ديفيكلت، لانه ديب ستراكشر بالبوبليتيال فوسا، خصوصا عند البيشنتس اللي عندهم اوبيسيتي يعني وفاتي تشو، فيكون البالبيشن هنا لهذا الارتري يعني نوعا ما ديفيكلت ويحتاج لمانوفر خاصه. هسه نكمل باقي التفرعات. منوصل باللور بوردر مال البوبليتياس مصل راح يتفرع الى تفرعين، واحد منهن راح يروح انتيريرلي يعبر هذا الانتر اوسياس ممبرين. انتر اوسياس ممبرين هاي عباره عن فايبرس شيت، يعني فايبرس تشو كونكتيف تشو يربط بين التو بونز، فسميناه انتر اوسياس بتوين تو بونز. فبرانش منهن راح يروح راح يتفرع البوبليتيال ارتري الى تو برانشز، واحد منهم راح يروح انتيريرلي فسميناه الانتيرير تيبيال ارتري، تيبيال نسبه للتيبيا العظم الاكبر بالليج. فواحد انتيرير تيبيال ارتري وواحد راح يروح يعني يبقى بوستيريرلي. هنا المصادر تختلف بتسميته، بعضهم يقولون انه انتيرير تيبيال راح يروح انتيريرلي واللي يبقى بوستيرير هو البوستيرير تيبيال، بعضهم هيك يقولون، واللي احنا راح نعتمد على هذا الكلام. اكو بعض المصادر تقول احنا لا، ليش هيك نقول؟ خلينا نقول هذا تيبيو بيرونيال ترانك، وهذا الترانك بدوره، هذا الترانك الصغير الجذع الصغير راح يتفرع الى بوستيرير تيبيال وبيرونيال ارتري او فيبيولار ارتري. فيعني الفكره هي نفس الفكره، مجرد اختلاف بالتقسيم. يعني بعضهم يعتبروه هذا تيبيو بيرونيال ترانك وراح يتفرع الى بوستيرير تيبيال ارتري وبيرونيال او فيبيولار ارتري، وبعضهم يعتبروه لا، هذا كله بوستيرير تيبيال ارتري، ويعتبرون هذا الارتري البيرونيال ارتري يعتبر برانش من البوستيرير تيبيال. فلا تدوخون، يعني مجرد اختلاف مصادر، احنا للسهوله او يعني مثل ما بعض المصادر تذكر راح نعتبرهن تو برانشز، انتيرير تيبيال ارتري وبوستيرير تيبيال ارتري، اما البيرونيال او الفيبيولار برانش فراح نعتبره جزء من البوستيرير تيبيال.
وفد شوي راح نتعرف على بعض التفاصيل عن الانتيرير والبوستيرير تيبيال ارتريز، بس هسه خلنا ناخذ فد فكره عن الجينيكولار انستموسز. الجينيكولار انستموسز is an arterial anastomosis around the knee joint، جينيكولار نسبه للني جوينت. انستموسز معناها التحام قلنا. الانستموسز بشكل عام، يعني مو جينيكولار، بشكل عام معناها انه اكو ارتباط بين تو ارتريز او اكثر، فالبرانشز مال هاي الارتريز ده يصير بيناتهن التحام، البلس سبلاي يقدر يعبر بين واحد وواحد. فاذا واحد من هاي الارتريز لو صار بيه اوكلوجن، انسداد، فالمنطقة اللي يغذيها ممكن راح تكون معرضة للهايبوكسيا او التشو ديث. فهنا راح يكون دور الانستموسز، راح تاخذ بلاد عن طريق الاذر ارتري، ويعني هذا التشو هنا راح يكون البلس سبلاي مالته عن طريق هاي الانستموسز من الاذر ارتري، فتقلل احتمالية الهايبوكسيا او التشو ديث. ولازم نخلي ببالنا انه الانستموسز مو تعويض يعني بنفس الكفاءة مال الارتري الاصلي، وانما مجرد تقلل الاثار السلبية لانقطاع الدم، تقلل احتمالية الهايبوكسيا او احتمالية الديث اوف ذا تيشو. فلهذا استعادة الارتري الاصلي راح يكون امبورتنت، ومن بقي التيشو معتمد على الانستموسز. بالنسبة للجينيكولار انستموسز فراح maintains blood supply to the knee joint and leg during flexion of the knee joint، لانه بهذا الفلكشن، من يصير فلكشن البوبليتيال ارتري راح يصير له كومبرومايزيشن او كينكينج، فلهذا البلاد فلو يعني راح يقل للني والليج، فلهذا هاي الانستموسز راح تكون امبورتنت. البوبليتيال ارتري قلنا راح يكون ديب ستراكشر بالبوبليتيال فوسه، ولهذا راح يكون معرض للكومبرشن او الكينكينج، حتى لو يعني ما كان ديب فهو الفلكشن مال الني راح يسوي بيه كينكينج. زين، هسه خلينا نعرف الارتريز اللي راح تشارك بهاي الانستموسز. هنا طبعا بما انه البوبليتيال ارتري هو اللي يعني يكون معرض انه يصير له كومبرشن، فاذا هو اكيد واحد من الارتريز اللي تشترك بهاي الانستموسز، ولازم الارتري الثاني مو بنفس مساره، والا اذا بنفس مساره هو الارتري الثاني هم راح يصير بيه كينكينج، فلازم الارتري الثاني يكون بغير مسار او يعني ما معرض للكومبرشن حتى يكون مفيد يعني. فاذا هذا الارتري الاخر هو الفيمورال ارتري بالبرانشز مالته، راح يساهم ويا البوبليتيال ارتري الجينيكولار برانشز مال البوبليتيال والاذر برانشز اللي هن الانتيرير تيبيال والبوستيرير تيبيال ارتريز. فاذا هذني الارتريز كلهن راح يشاركن بهاي الجينيكولار انستموسز. هسا خلينا نشوف بعض الصور لتوضيح الفكرة. هذا مخطط بسيط يوضح الني جوينت. ننباوع احنا من الانتيرير سايد، هاي الباتيلا وهذا الفيمر، هاي التيبيا، هاي الفيبيولا. هسا هذا رايت لو ليفت ني جوينت، هذا هو الرايت ني جوينت. ننباوع من الامام، واحنا نعرف انه الفيبيولا راح تكون لاترال، فاذا هذا لاترال سايد وهذا ميديال سايد، فاذا هاي الني جوينت الرايت ني جوينت. زين، هسه عندنا الارتريز، هذا الفيمورال ارتري من الامام دنباوعه عن طريق الادكتر هياتس راح يعبر للبوستيرير سايد، تشوفون صار لونه فاتح منقط، صار بوبليتيال ارتري انتج جينيكولار برانشز، وراها نزل تفرع ورجع الانتيرير تيبيال ارتري للانتيرير سايد. هاي الصوره اوضح، هاي الادكتر ماجنس، هذه الادكتر هياتس راح يعبر من الانتيرير للبوستيرير، نزل راح posteriorly انطى جينيكولار برانشز وانطى anterior tibial artery. تلاحظون انه الجينيكولار برانشز يعني مشتركه بها عده ارتريز. راح نرجع على الصوره الاولى، يعني قد تكون شويه ابسط التوضيحات بها شويه اوضح. زين، هسه نسولف من البدايه. الفيمورال ارتري بدايه المحاضره شنو قلنا ينطي برانشز فوق بالفيمورال ترينجل؟ مو قلنا ينطي بروفندا فيموريس اللي هو راح يكون ارتري اساسي بتغذية اللور لمب؟ زين، هاي البروفندا فيموريس مو قلنا راح يعطي 3 برانشز، مجموعة برانشز تكون بيرفوريتنج، وراح ينطي لاترال سيركمفلكس فيمورال ارتري وميديال سيركمفلكس فيمورال ارتري. هذا اللاترال سيركمفلكس فيمورال ارتري قلنا كذلك راح يتفرع، راح ينطي اسندنج ترانسفيرس ديسندنج برانشز. فالديسندنج برانش مال اللاترال فيمورال سيركمفلكس ارتري راح ينزل، يبقى ينزل، يصير له ديسندنج
إلى أن يوصل قريب الني جوينت، فراح يشترك بالجينيكولار أنستموسيس. فإذا هذا أول واحد descending branch of the lateral femoral circumflex artery. هذا أول واحد. اثنين، هذا الفيمورال أرتري قلنا من يوصل للنهاية قبل ما يصير popliteal راح ينطي descending genicular artery، راح ينزل باتجاه الني. هسه هذا descending هم كذلك راح يتفرع إلى two branches، واحد منهم راح يكون more deep، واحد منهم راح يكون more superficial. فاللي superficial هذا يسموه السفينس أرتري، السفينس أرتري راح يكون more superficial، والديب أرتري هذا يعني مرات يسموه الارتيكولر باعتبار يعني يم الجوينت، فيسموه ارتيكولر برانش اللي جاي من الديسندنج جينيكولر. فالديب برانشز يعني حسب ما المحاضره تذكر الديب برانش راح يساهم بالجينيكولر انستموسيس. هسه الصوره مثل ما واضح بيها انه حتى السفينس هم يساهم بالانستموسيس. فاذا بشكل عام نقول احنا الديسندنج جينيكولر ارتري اللي جاي من الفيمورال ارتري راح يساهم بالجينيكولار انستموسيس. فاذا هسه شنو صار عندنا؟ ديسندنج برانش من اللاترال فيمورال، لاترال فيمورال سيركمفلكس وديسندنج جينيكولار ارتري، هذني جايات من الفيمورال ارتري، ذني البرانشز. هسه نجي للبرانشز اللي جايات من البوبليتيال. البوبليتيال راح ينطي عده جينيكولار ارتريز، اثنين منهن راح يكونن سوبيريور واثنين منهن راح يكونن انفيريور. كذلك هاي السوبيرير والانفيرير اثنين منهم راح يكونن ميديالي واثنين منهم راح يكونن لاترالي. فبالنسبه لتسميتهن يعني لو نسميهن راح نسميهن السوبيرير ميديال جينيكولار ارتري والسوبيرير لاترال، كذلك الانفيرير ميديال والانفيرير لاترال جينيكولار ارتريز. هذين الارتريز كلهن راح يشاركن بالانستموسيس. فاذا هذا بما يخص البرانشز مال البوبليتيال ارتري. هسه نجي للانتيريور تيبيال ارتري اللي هو هذا، نشوف انه اكو برانش دا يرجع منه دا يصعد، يرجع يصعد ابورد، فهذا يسموه ريكرنت، يعني دا يرجع للاعلى، فيسموه ريكرنت ارتري او ريكرنت انتيريور تيبيال ارتري او برانش، هم راح يرجع ويساهم بالانستموسيس. بقى عندنا اخر برانش وهو السيركمفلكس فيبيولار ارتري اللي راح يجي من البوستيريور تيبيال ارتري. هذا البوستيريور تيبيال راح يطلع برانش منه، يعني يمشي من الخلف بوستيريورلي يلتف حول الفيبيولا من الاعلى، فيلتف يعني فسموه سيركمفلكس فيبيولار برانش اوف بوستيريور تيبيال ارتري. فاذا تلاحظون انه هنا تلاحظون التشابك بين هاي البرانشز، مثلا هذا انفيرير لاترال جينيكولار ارتري راح ينطيش يتشارك ويا السوبيريور لاترال، وراح يتشارك ويا السيركمفلكس فيبيولار، راح يشارك ويا الريكرنت، فيعني اكو فد راح يكون شيرنج بالبلس سبلاي بين هاي البرانشز، بين البوبليتيال والبرانشز مالته وبين الفيمورال. فاذا صار كينكينج بالبوبليتيال باقي البرانشز راح تحاول تعوض عن طريق هاي الانستموسيس. هاي الصوره نرجع نشوفها، كذلك لو تشوفون يعني الشيرنج او الانستموسيس يعني هم راح تلاحظون الصورة بشكل واضح. قبل ما نعبر هاي ملاحظة اللي يعني يحب ياخذ معلومات أكثر، الأنتيريور تيبيال أرتري بي تو ريكرنت أرتريز، واحد يسموه البوستيريور ريكرنت تيبيال أرتري وواحد يسموه الأنتيريور ريكرنت تيبيال أرتري اللي هن اثنين برانشز من الأنتيريور تيبيال. شنو الفكرة مالتهن ذني؟ البوستيريور ريكرنت تيبيال اسمه بوستيريور لانه يطلع من هذا الارتري من هو بعده بالبوستيريور سايد، يعني بعده ما عابر للانتيريور سايد، بعده بوستيريور، فيطلع منه هذا البرانش فيسموه بوستيريور ريكرنت تيبيال، يرجع يصعد لفوق ريكرنت. اما الانتيريور تيبيال فهذا اللي سولفنا عليه بهاي الصوره او هاي الصوره، هذا الانتيريور تيبيال، البوستيريور ما واضح بالصوره ما مرسوم. فاثنيناتهن راح يشاركن بالانستموسيس around the knee joint. هسه نسولف شوية عن الانتيريور تيبيال ارتري، نذكر بعض الملاحظات. للتذكير قلنا انه الانتيريور تيبيال هو تيرمينال برانش من البوبليتيال ارتري وراح يدخل للانتيريور كومبارتمنت عن طريق فتحة بالانتر اوسيوس ممبرين يجي للانتيريور سايد. اول ملاحظة هو السمولر تيرمينال برانش، يعني البوستيريور تيبيال راح يكون هو الاكبر والانتيريور تيبيال هو السمولر.
ثاني شيء enters the anterior compartment of the leg in company with the deep peroneal nerve أو deep fibular nerve, fibular أو peroneal نفس المعنى. فراح يدخل ويا ال deep peroneal nerve بال anterior compartment. ال deep peroneal nerve هذا من جاي؟ هذا جاي من فد نيرف يسموه الكومن فيبيولار او الكومن بيرونيال نيرف، هنا من الفيبيولا، فيبيولار يعني. فراح يتفرع الى سوبرفيشال برانش وديب برانش، فهذا هو الديب برانش راح يمشي ويا الانتيريور تيبيال ارتري، واثنين هن يساهمن بتغذيه الانتيريور كومبارتمنت مال الليج. هسه لو نشوف هاي الصوره، هذا مقطع عرضي بالابر ليج ده يمشي بالانتيريور كومبارتمنت ان كومباني with the nerve هنا، هاي الانتيريور كومبارتمنت وهاي البوستيريور كومبارتمنت، فهذا هنا الارتري والنيرف يمشون سويا امام الانتر اوسيوس ممبرين، هذا الانتر اوسيوس ممبرين. زين السبلاي مالته راح يغذي الستركتشرز ان ذا انتيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج اند ذا دورسم اوف ذا فوت. خلينا ناخذ هاي الصوره، هذا من راح يمشي ينزل هنا داونورد يوصل للانكل جوينت، راح يتغير اسمه الى دورسالس بيدس ارتري، فراح يغذي الدورسم. دورسالس بيدس كلمه دورسالس نسبه للدورسم يعني ظاهر القدم، بيدس نسبه للفوت، بيدس معناها اوف ذا فوت، فدورسالس بيدس يعني ذا دورسال اوف ذا فوت. زين هنشوف هاي الصوره، فهذا وصل الانتيريور تيبيال، وصل للانكل جوينت بتوين التو مالولاي، بين هاي الميديال مالولاس واللاترال مالولاس. مالولاس يعني معناها تشبه المطرقه، هيك شيء كمعنى يعني. المهم هذا النتوء العظمي الموجود بالقدم هذا يسموه مالولاس، والجمع مالولاي. زين فبيناتهن راح يتغير اسمه الى دورسالس بيدس ويغذي لنا الدورسم اوف ذا فوت، فان شاء الله الانتيريور تيبيال ارتري يكون واضح. نجي للبوستيريور تيبيال ارتري، قلنا هذا الارتري هو اللارجر برانش مال البوبليتيال ارتري، فراح يبدي هنا بالابر بوستيريور ليج، راح يبدي ديب بتوين المسل كومبارتمنتس، وراح يبدي يتجه داونورد جراديوالي يروح للميديال سايد يعني من جهه التيبيا، ولهذا اسمه بوستيريور تيبيال. فراح يمشي من جهه الميديال سايد، يروح من جهه التيبيا الى ان ينزل باللور بارت مالته، راح يكون مور سوبرفيشال، فوق كان ديب بتوين المسل كومبارتمنتس، هنا وصل صار مور سوبرفيشال يعني نقدر نسوي له بالبيشن للبلس مالته. فهنا راح يكون بيهايند الميديال مانولس، وراح يعبر وراها للبلانتر سيرفيس اوف ذا فوت. بلانتر معناها السول اوف ذا فوت يعني باطن القدم، بلانتر طبعا عكس دورسال اللي هو ظاهر القدم. فراح يتقسم هنا بالبلانتر سيرفيس الى تو تيرمينال برانشز اللي هنا اللاترال والميديال بلانتر ارتريز اللي غذن السول اوف ذا فوت. فاذا هذا الارتري بروفايز ذا مين بلس سبلاي تو ذا بوستيريور كومبارتمنت اوف ذا ليج اند ذا سول اوف ذا فوت. اتس ابر بارت از ديب بتوين المسلز اوف سوبرفيشال اند ديب كومبارتمنتس، مثل ما قلنا هاي صوره اخرى للتوضيح، مقطع عرضي هذا الانتيريور سايد وهذا البوستيريور سايد، هاي السوبرفيشال بوستيريور كومبارتمنت وهاي الديب بوستيريور كومبارتمنت، هذا عظم التيبيا، هذا الارتري صاير بتوين السوبرفيشال والديب بوستيريور كومبارتمنت من جهه التيبيا. فاذا هاي بالابر سايد بتلاحظون مغمور او يعني موجود بين المسل كومبارتمنت، من ينزل لللور سايد راح يكون مور سوبرفيشال كفرد اونلي باي سكين اند فاشيا. والتيرمينال برانشز قلنا راح تكون الميديال واللاترال بلانتر ارتريز. طبعا خلال مسيرته راح ينطي عده تفرعات، اهمهن هو الفيبيولار ارتري اللي راح ينطي بالليج، الفيبيولار او البيرونيال ارتري اللي راح يغذي الفيبيولا واللاترال كومبارتمنت، واكو كذلك اذر برانشز من غير يعني التيرمينال برانشز. فخلينا نتعرف على بعض هاي البرانشز ونشوف المناطق اللي غذنها. البرانشز مال البوستيريور تيبيال ارتري متعدده، بعضهن يغذن المسلز مثل ما ذكرنا، بعضهن يغذن البونز، بعضهن يغذن بعض اجزاء السكن، ويمتدن طبعا يعني بعضهن يطلع من الابر بارت، بعضهن من الميدل، بعضهن من اللور، بس يعني ما يرسموهن بالصور لتسهيل الفهم. مثلا ذكرنا السيركمفلكس فيبيولار ارتري، قلنا بالجينيكولار انستموسيس واحد من الارتريز هو هذا، هذا راح يطلع تقريبا يعني من هنا من البوستيريور تيبيال، يروح يلتف حول البروكسيمال اند مال الفيبيولا،
فلهذا سموه circumflex fibular. فراح يلتف يشترك بالجينيكولار انستموسيس وقد ينطي نيوتريشن للفيبيولا باعتباره دا يلتف يعني حول البروكسيمال اند مالتها فيعطي نيوتريشن لهذا البارت. عندنا كذلك النيوتريانت ارتري للتيبيا، هذا راح يكون الاوريجن مالته مور انفيرير فراح ينطي نيوتريشن لعظم التيبيا، يعتبر هو اللارجست نيوتريانت ارتري ان ذا بودي، نيوتريانت ارتري تو ذا تيبيا. كذلك هذا بمسكولر برانشز باعتباره يغذي المسلز، فراح تكون هاي البرانشز مخصصه للبوستيرير مسل كومبارتمنت. كذلك مور انفيريرلي بكالكينيال ارتريز، كالكينيال نسبه للكالكينيوس اللي هو الهيل بون اللي هو هذا، فهذا يعني راح يعطي نيوتريشن للبون الكالكينيوس. كذلك راح يسوي اكو بي من ضمنهم هاي الارتريز بيرفوريتنج ارتريز، تسوي بيرفوريشن للفلكسر ريتيناكيولام وتطلع تغذي السكين والفاشيا. فاذا يعني للسهوله احنا هسه يغذي بون يغذي مصل يغذي سكن، خلينا نقول انه الكالكينيال ارتريز سبلاي ذا هيل. وطبعا اكو غير هذا ان البرانشز، يعني مثلا اكو بيرفوريتنج برانشز توصل للسكن والفاشيا مال البوستيريور كومبارتمنت، هم كذلك تطلع من البوستيريور تيبيال. مثلا اكو فد ماينر برانشز بعد، مثلا يعني هاي الميديال مالولاس وهذا جاي بالبوستيريور سايد، فاكو فد برانش يسموه البوستيريور مالولار برانش او ارتري. هسه هاي ماينر برانشز ما لنا علاقه بهن حاليا، خلينا نركز على ذني اللي يعني مهمات نسبيا. اهم واحد بهن هو البيرونيال او الفيبيولار ارتري اللي هو اللارجست والموست امبورتنت اللي هو هذا. هذا راح يروح لاترالي يعني من جهه الفيبيولا، وراح كذلك يتفرع الى اذر ارتريز. واحد راح يكون نيوتريانت ارتري للفيبيولا، ينطي نيوتريشن لعظم الفيبيولا، ومجموعة ارتريز راح تكون ماسكولار تغذي اللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليج. زين لحظة، زين احنا مو قلنا انه الفيبيولار ارتري يكون بالبوستيريور كومبارتمنت، لعشان راح يغذي اللاترال كومبارتمنت؟ هنا نركز شوي وياي. شوفوا هسه هاي الصورة، هذا الفيبيولا وهذا هاي بوستيريور كومبارتمنت وهذا الفيبيولار ارتري. هاي اللاترال كومبارتمنت. هذا الارتري صح ده يمشي بالبوستيريور كومبارتمنت، بس راح ينطي perforating branches. perforating لأنه راح يسوي perforation. لشنو تسوي perforation؟ يعني تخترق. إيش تخترق؟ تخترق هذا ال intermuscular septum، الحاجز الموجود بين ال compartments. هذا راح يسوي له perforation وتوصل لل lateral compartment. فهو موجود صح بال posterior compartment، بس راح يغذي ال lateral compartment عن طريق هاي perforating branches. هسا إحنا للسهولة اللي يريد يعرف أكو perforating branches فبها. اللي يعني شويه يشوفها صعبه عليه خليه يعرف انه هذا الارتر يكون مور لاترال فراح يغذي اللاترال كومبارتمنت. طبعا مو بس لان البرانشز، اكو اذر برانشز، مثلا السكن لاترالي هم كذلك ياخذ تغذيه من هذا الارتريز بيربوريتنج برانشز، وبالانفيرير سايد كذلك من المالولاس اللاترال مالولاس هم كذلك راح ينطي بوستيرير لاترال مالولار برانش. فيعني هنا ذن البرانشز هسه المهمات انه نعرفهن، والماينر برانشز ممكن انه واحد يطلع عليها بنفسه. نذكر ملاحظه كلينيكال بالنسبه للبلس اكزامينيشن اوف ذس ارتري. عرفنا انه هذا الارتري راح يكون هنا بيهايند الميديال مانولاس، يكون سوبرفيشال يعني مغطى باي سكن اند فاشيا اونلي، وراها راح يعبر للبلانتر سيرفيس. فالبالبيشن مال البلس راح يكون بهالمنطقه. هذا الارتري بيهايند الميديال مانولاس ده يعبر، طبعا المفروض هنا يخليه شويه لونه فاتح او منقط حتى يبين انه عابر وراها. فالبالبيشن مالتنا راح يكون بين الميديال مالولاس والهيل، يعني بوستيرو انفيرير للميديال مالولاس، شويه بيهايند ات وشويه انزل من الليفل مالتها. هسه هاي اثناء الاكزامينيشن، هنا موقع الميديال مالولاس وهذا الهيل، فبوستيرو انفيرير للميديال مالولاس. بلس از فيلت بوستيرو انفيرير تو ذا ميديال مالولاس in the groove between the malleolus and the heel. هاي المنطقة المنخفضة below the malleolus احيانا يسموها groove. هنا نذكر ملاحظة ال flexor retinaculum must be relaxed by inverting the foot. هذه ال flexor retinaculum تغطي ال artery، فلهذا اذا كانت tight ممكن تسبب compression على ال artery وتسبب صعوبة بال feeling of the pulse. فاحيانا نحتاج نسوي inversion لل foot، inversion عكس ال eversion. Inversion على مود نسوي relaxation لهاي الريتيناكيولم
حتى الارتري البلس مالته يكون اوضح. هسه اذا تشوفون هنا بالصوره هذا ما مسوي انفيرجن اثناء الاكزامينيشن، يعني هي مو فد قانون انه لازم تسوي انفيرجن. اهم شيء انت تحس البلس مال الارتري، تحتاج تسوي انفيرجن سوي انفيرجن. قدرت تحس البلس بدون انفيرجن اتس اوكي نو بروبلم، الفكره انه تحس البلس. بس اذا سمعت انه يسوون انفيرجن او سالوك ليش نسوي انفيرجن، فهذه الفكره مالتها. الموقع هذا مهم، posterior inferior to the medial malleolus، هذا ممكن يتكرر بالامتحانات العمليه وين تحس البلس مال البوستيريور تيبيال ارتري، فهنا هذا الموقع لازم تحفظه. وهنا هسه كل واحد من عندنا يقدر يسوي palpation للبلس مالته على مود يسيطر اكثر من يشوف فد مريض حقيقي. نرجع للمخطط مالتنا، قلنا انه البوبليتيال ارتري راح ينطي ماسكولار برانشز وجينيكولار برانشز وتو تيرمينال برانشز، الانتيرير تيبيال والبوستيرير تيبيال ارتريز. كل واحد من هاي الارتريز راح يساهم بتغذيه البونز والمسلز وبعض اجزاء السكن حسب المنطقه اللي هو بيها. مثلا الانتيرير تيبيال ارتري ذكرنا بعض البرانشز مالته بس مو كلهن. مثلا قلنا انه بي يساهم بالجينيكولار انستاموسز عن طريق الريكرنت anterior ال anterior recurrent tibial artery وال posterior recurrent tibial artery. كذلك راح يكون بما انه يغذي المصل compartment ال anterior muscle compartment، فراح يكون ب muscular branches. وكذلك بما انه صاير anteriorly فراح يكون ب perforating branches توصل للسكن والفاشيا، تغذي السكن مال ال anterior leg. كذلك راح يكون حاوي على branches تكون يعني تطلي للتيبيا سبلاي، يسموها البريوستيال برانشز. هاي البريوستيال برانشز راح تساهم بتغذية التيبيا إضافة للنيوترينت ارتري الأساسي اللي يغذي التيبيا اللي راح يكون originated من البوستيريور تيبيال ارتري. الأنتيريور تيبيال ارتري كذلك بي أذر برانشز، من ينزل جواي من الأنكل جوينت راح يكون ينطي تو برانشز للتو مالولاي، واحد للميديال مالولس وواحد لللاترال مالولس، فيسموهن الانتيرير ميديال مالولار ارتري والانتيرير لاترال مالولار ارتري. فهاي البرانشز بعضهن انذكرن بعضهن ما انذكرن، يعني ما اريد اطيل عليكم بالشرح والتفاصيل، فهي هاي الفكره مالتهن. بالنسبه للبوستيرير تيبيال ارتري فكذلك ذكرنا البرانشز مالته، قلنا البرانش راح يشترك بالجينيكولار انستاموسز من فوق بدينا هو السيركمفلكس فيبيولار ارتري. قلنا كذلك muscular branches لل posterior compartment، perforating branches لل skin مال ال posterior leg. قلنا كذلك ال nutrient artery للتيبيا، وقلنا أهم branch هو ال fibular أو ال peroneal artery اللي راح يعطي nutrient artery للفيبيولا و muscular branches لل lateral compartment و perforating branches توصل يعني لل lateral compartment، وكذلك بعض ال branches توصل لل skin in the lateral side of the leg. وبيهن كذلك other minor arteries، فيعني الفكرة هي هذه إن شاء الله تكون واضحة. هسه الـ anterior tibial artery راح يصير dorsal spadus من يمشي على الـ dorsal of the foot، أما الـ posterior tibial فراح يمشي على الـ sole of the foot، فراح ينطي plantar arteries، medial plantar artery و lateral plantar artery راح يتفرع إلى two arteries. فهسه راح ننتقل للبلس سبلاي ان ذا فوت ونذكر بعض الملاحظات على هاي الارتريز. نبدأ بالدورسال سبادس. هذا الارتري يعتبر المين سورس اوف بلس سبلاي تو ذا توز لعدة اسباب او باكثر من طريقة. هنا البرانشز اللي راح يطيهن راح يطي بهالمنطقة 3 برانشز. اول واحد هو الفيرست دورسال ميتاتارسال ارتري، first لانه راح يمشي بالفيرست انتر اوسيوس سبيس، السبيس الموجود بين هذين البونز الميتاتارسال بونز، وراح يكون هذا على الدورسم اوف ذا فوت، يعني على ظاهر القدم من جهه الدورسم، فراح يسموه الفيرست دورسال ميتاتارسال ارتري او برانش. الاذر برانش راح ينطيه هو الاركويت ارتري، راح يكون كذلك على الدورسم. اركويت يعني مقوس، فراح يكون هيجي بشكل مقوس كيرف. هذا راح تطلع من عنده الاذر دورسال ميتاتارسال برانشز، السكند والثيرد والفورث دورسال ميتاتارسال برانشز هم كذلك راح تشترك بتغذيه التوز.
الأذر برانش راح يكون ديب برانش، راح ينزل للسول اوف ذا فوت او على البلانتر سايد، راح يشترك بتكوين البلانتر ارش او البلانتر انستموسز اللي بدورها هم راح تعطي ميتاتارسال ارتريز، بس هنا الميتاتارسال راح تكون بلانتر ميتاتارسال اسمها. الفوق اللي على الدورسم سميناها دورسال ميتاتارسال ارتريز، اما اللي من جهه البلانتر سيرفيس فنسميها البلانتر ميتاتارسال ارتريز، واللي بدورها راح تعطي يعني تكمل ديجيتال ارتريز تعطي يعني سبلاي للتوز. فاذا هذا الارتري اشترك باكثر من طريقه على مود يجهز التوز فيعتبر المين سورس. Begins in front of the ankle joint as the direct continuation of the anterior tibial artery، وهاي بعد لازم ما تغلطون بيها، راح يكون نفس التيبيال ارتري بس يتغير اسمه من يوصل الى المنطقة هذه. راح يكون superficial in position، ولهذا ممكن نسوي له palpation بهالمنطقة. Passes to the first interosseous space where it divides into، فاذا وصل لهنا انا قلنا وراح يتقسم لهاي الفروع اللي ذكرناهن. بالنسبة للأركويت أرتري قلنا هو vascular arch قوس يكون بالدورسال midfoot وسط الدورسم deep to the extensor tendons. هذا gives off dorsal metatarsal arteries runs in the second وthird وfourth intermetatarsal spaces. قلنا تكون السكند والثيرد والفورث metatarsal arteries. بالنسبة للدورسال سبيدس فبي other branches غير اللي ذكرناهن، راح أذكرهن هنا للاطلاع بهاي المرحلة. مثلا هنا اول ما يبدي راح ينطي هذا البرانش اللي راح يروح لاترالي يمشي على التارسال بونز، هذا البرانش هو اللاترال تارسال ارتري لانه راح يروح لللاترال سايد، راح يسوي انستموسس بعدين ويا الاركويت ارتري. هسه لو نشوف هاي الصوره، هاي سوبيريور فيو نباوع يعني من فوق على الانكل والفوت. فهسه هذا الانتيريور تيبيال ارتري قلنا راح ينطي من ضمن البرانشز مالته ينطي برانشز للمليولاي للميديال واللاترال مالولاي، فهاي الميديال مالولاس راح ينطيها الانتيريور ميديال مالولار ارتري، واللاترال مالولاس راح ينطيها الانتيريور لاترال مالولار ارتري. كمل صار دورسال سبيدس، اول برانش هنا راح يطي راح يروح لاترالي على التارسلز فيسموه اللاترال تارسل ارتري. اكو برانشز تكون من الميديال سايد فيسموها الميديال تارسل artery او arteries. فيعني اكو برانشز هسه قد يعني ما تكون مهمه معرفه تفاصيلها بالمرحله الحاليه، بس اذكرهن يعني للاطلاع، يجوز تقروهن او تشوفوهن يعني تقرون عنهن في مكان معين. بالنسبه للبلس examination of this artery فعرفنا انه هذا الارتري راح يمشي superficial على الدورسم اوف ذا فوت بهالمنطقه هاي between the tendons مال two muscles الاكستنسر هالوسس لونجس تندون والاكستنسر ديجيتورم لونجس. هاي الصوره شايفيها في محاضره سابقه، هاي عضله الاكستنسر هالوسس لونجس، هالوسس نسبه للبيك تو وديجيتورم نسبه للاذر توز يعني الديجيتالز او الاصابع. فهذا الارتري راح يمشي بتوين ذم يعني جاست لاترال تو ذا اكستنسر هالوسس لونجس، جاست لاترال to the extensor hallucis longus tendon. فالبالبيشن مالته راح يكون بهالمنطقه هذه below the ankle joint lateral للاكستنسر hallucis longus tendon. هاي الصوره اثناء الاكزامينيشن. احيانا الطالب يفحص بهالمنطقه هاي، هنا ممكن يحس بلس بس مو مال الدورسال سبيدس، مال اذر ارتريز. من ينطلب من امتحان فحص الدورسال سبيدس فيكون بهالمنطقه هذه بالابر بارت مال الفوت. فإذا الـ pulse is found by palpating on the dorsum of the foot just lateral to the extensor hallucis longus tendon. هذا السؤال ممكن يتكرر بالامتحانات، يقول لك وين تحس الـ pulse مال الـ dorsal spedis، فيكون هذا الجواب. هسا إذا ما حسينا pulse هنا، فهنا تكون ممكن يعني أكثر من سبب أنه ما نحسه. إما المانوفر مو صحيحة، ما خالين يعني مدى نحس بالمكان المطلوب، أو أنه أكو فد vascular insufficiency سبب فد arterial disease اللي بحيث مدى يوصل بلاد او يعني دا يوصل قليل diminished، فما نحس البلس يعني او نحسه ضعيف، او انه ماكو arterial disease بس اكو arterial damage، الارتري متضرر بسبب فد fracture، اكو صاير فد hip fracture فد femoral fracture وصاير ويا arterial damage، فبالنتيجه مدى يوصل بلاد لهالمنطقه فما نحس البلس، وهاي راح تكون معرضه للاسكيميا. فمن الامور الاساسيه هاي شغله مهمه
من الأمور الأساسية بحالات الكسور أنه نتأكد من البلس يكون انتاكت ما متضرر، نتأكد من الدورسالس بدس عادة، لأنه وجود البلس هنا معناها كل الأرتريز اللي قبله بهن بلد يعني. فأما إذا كان هنا diminished البلس أو absent فهذا يعني راح تكون dangerous sign، لازم يكون أكو فد rapid intervention تداخل سريع حتى نعالج البروبلم. نجي للبلانتر أرتريز ونبدأ بالميديال بلانتر أرتري. بلانتر مثل ما قلنا معناها related to sole of the foot باطن القدم، وهنا انتبهوا البلانتر بالأي مو بالإي، بالإي ذي معناها مزارع اللي يعني يزرع النباتات، plant يعني نبات، فبلانتر اللي related to sole هذه بحرف الأي. فهذا مثل ما تلاحظون هو السمولر برانش مال البوستيريور تيبيال ارتري السمولر، ويمشي ويا الميديال سايد فاسمه ميديال، راح يروح يغذي المسلز مال الجريتو، راح يتجه باتجاه الجريتو ويغذي المسلز مالته. هنا تذكر عباره اخرى gives most of plantar digital arteries. طبعا هنا أنا بهاي الصوره يعني قد ما تنفهم هاي العباره، شنو gives of most of plantar digital arteries، هو ده يتجه ميديال. هنا بالحقيقة اكو تفرعين له، يعني هذا الفرع اللي ده يمشي من هالجهة هذا السوبرفيشيال، المفروض اكو فرع هنا ديب برانش يسموه، هذا راح يتحد ويا البلانتر ارتش هذا، والبلانتر ارتش راح يعطي الميتاتارسال برانشز واللي بعدين تعطي ديجيتال برانشز. شوفوا هسه هاي الصورة، هذا الميديال بلانتر ارتري، هذا سوبرفيشيال برانش، وهذا الديب برانش راح يتحد ويا هذا الارتش البلانتر ارتش اللي راح يجي من اللاترال لاترال بلانتر ارتري. هذا الارتش هسه بدوره راح ينطي هذني البلانتر ميتاتارسال ارتريز اللي بعدين راح تكمل يعني تصير بلانتر ديجيتال ارتريز. فهاي العباره اني يعني مثل ما لقيتها بالمصدر جبتها يعني، بس الفكره وضحتها ان شاء الله هسه امامكم. It's superficial branch، هذا البرانش superficial supplies the skin of the medial side of the sole، هذا السول الميديال سايد مالته راح يتغذى عن طريق هذا السوبرفيشيال برانش. اما اللاترال بلانتر ارتري فهو اللارجر برانش من البوستيريور تيبيال، هسه هنا أنا اوضح هذا لارجر من الميديال، فراح يكون لنا راح يتكون at the base of fifth metatarsal bone اللي هو هذا، راح يلوف يرجع للميديال سايد ويكون لنا البلانتر ارتش. تعرفنا على البلانتر ارتش، بس هسه خلي نتعرف اكثر على بعض التفاصيل. البلانتر ارتش او يسموه الديب بلانتر ارتش هو عباره عن سيركولاتوري انستموسز، هذا القوس يتكون من اتحاد اللاترال بلانتر ارتري ويا الميديال بلانتر ارتري. هسه هاي نرجع صورتنا هذه، الميديال الديب برانش مالته راح يتحد ويا اللاترال بلانتر ارتري، ورا ما اللاترال يعني راح رجع ميديالي، فكونوا هذا الارتش او هذا القوس. هذا القوس طبعا راح يكمل سبورتد يدعم بواسطه ديب برانش من الدورسالس بيدس ارتري، من فوق نزل له قلنا راح يجي ديب برانش ينزل من الدورسالس بيدس للسول، فاذا صارت انستموسس كامله. فاذا هسه هنا ربط البرانشز مال البوستيريور تيبيال ويا الانتيريور تيبيال ارتري، فاذا صارت انستموسس بتوين الانتيريور والبوستيريور تيبيال ارتريز عن طريق هذا الارتش. هسه هذا الارتش راح يعطي سبلاي للسول السكين الفاشيا والمسلز، كذلك راح ينطي برانشز للديجيتس للاصابع عن طريق البلانتر ديجيتال ارتريز اللي راح تطلع طبعا بالبدايه بلانتر ميتاتارسال ارتريز الى ان توصل بلانتر ديجيتال ارتريز للتوز او الديجيتس. وبهذا نكون انتهينا من محاضرة الارتريال سبلاي اوف ذا لور ليمز، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا منها. هاي سوت بعض الاسئلة للمراجعة، يعني هي مو اسئلة شاملة بس الفكرة منها مراجعة المادة، فان شاء الله تكون مفيدة لكم كذلك، ونشوفكم بخير ان شاء الله، في امان الله.